الأستاذ سرحان من المدينة الجوية، والتي بإذن الله سيعلق على منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ الحكم مساكم الله خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وصنف المصنف ورحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احمد الله سبحانه وتعالى ان هيئ لنا هذا اللقاء، واساله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. نقرا في هذا النظم للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. علماء العقيدة والتوحيد يقول أن الطالب أول ما يبدأ بحفظ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، لأن فيها الأدلة، ثم بعد هذا يأخذ نظم كهذا النظم سلم الوصول حتى يعني يراجع، لأن المراجعة أحيانا لبعض الكتب المطولة يعني قد تجد بعض الناس يمل، لكن النظم يجعل الإنسان ينشر. لكن المهم في التوحيد والعقيدة الرجوع إلى الأدلة، لا يمكن أن تنكر على الإنسان مثلا صنع شيء ذهب للقبور وكذا، تقول فليت الشعري من أباح ذلك وأورق الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام ليت نشكو محنة الإسلام، لا يصلح هذا في الردع المخالف، لكن تستطيع أن تستحضر الأدلة معتقد أهل السنة والجماعة وغير هذا. القارئ دعا لي ولم يدعو للحضور، الأصل أنك تدعو للجميع، سواء كان المؤلف أو المدرس، كذلك الحضور، يعني تخصا بدعوة. نعم، فلو تعيد أحسن حتى نمشي طريقة واحدة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين، قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم، طريقة أهل السنة والجماعة، نسأل الله يجعلكم يجعلنا وياكم منهم، أنهم يعني إذا ذكروا الله قالوا سبحانه وتعالى أثنوا عليه، وإذا ذكروا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام صلوا وسلموا عليهم، ذكروا الصحابة ترفضوا عنهم، ذكروا العلماء الأموات ترحموا عليهم، والأحياء يقول حفظه الله. ولو اضطر إنسان إلى الكلام أو نقل كلام لرجل ليس من أهل السنة ولكن اضطر لنقل الكلام عنه، فماذا يقول؟ يقول قال فلان عفى الله عنه، دعا وتبرأ وسلم من، أن بعض الناس قد يقول أن فلان يتبنى مذهب هذا العالم الذي فيه وفيه وفيه. يبدأ العلماء رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف رحمهم الله، تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحريف البركة، واستئناسا بحديث وإن كان لا يصح. ويبدأ كذلك العلماء بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب العزيز أول سورة في القرآن، الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح إن الحمد لله، واقتداء بعلماء السلف، وحمد الله موجب لبقاء النعمة،
فيحمد العلماء في أول الكتب لأن الله سبحانه وتعالى أنزلهم هذه المنزلة وهي منزلة وراثة الأنبياء، ويحمد في آخر الكتب لأن الله أتم عليهم النعمة. الحمد هو ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم للثناء، لكن الحمد إذا تكرر أصبح ثناء. ما الدليل أن الحمد غير الثناء؟ الحديث القدسي، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة والحمد لله، نعم، وحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. الطريق الموصل إلى الله طريق واحد، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه السلف الصالح. نعم نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أبدأ بسم الله مستعينا وراض به مدبرا معينا. نعم، الله سبحانه وتعالى منفرد بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم، هذا النظم يعني تقريبا نظم المؤلف فيه الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية، وسنشير إلى هذه المواضع بإذن الله تعالى. نعم. أحسن. قال رحمه الله: الحمد لله مباشرة مباشرة قرأ الأبيات، خلي الدعاء بعد إن شاء الله. نعم. والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. نعم، قلنا حمد الله موجب لإبقاء النعمة. نعم. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. نعم، لأن العبد لابد يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. في كل صلاة نقرأ الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين الجمع بين الشرع والقدر، جمع بين الشرع والقدر، فاعبده وتوكل عليه. كيف؟ تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم وكتب مقادير كل شيء، ومع هذا تعمل كأنك تقول: يا رب أنا أجمع بين إيماني بعلمك للأشياء والله سبحانه كتب مقادير كل شيء، ومع هذا أعمل، تجمع بين الشرع والقدر. نعم. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد. شهادة الإخلاص، الشهادة تكون على شيء مشاهد. ولماذا نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ عندما تشهد أن لا إله إلا الله من شروط لا إله إلا الله اليقين، وضد اليقين الشك، يعني تجعل الغيب كالشهادة. تشهد يعني أقر بقلبي، ناطقا بلساني، عامل بجوارحي أن لا إله لا معبود بحق. لا إله إلا الله تقوم على ركنين: كفر بالطاغوت وإيمان بالله. لا إله نافية جميع معبد من دون الله إلا الله مثبتا عبادة الله وحده لا شريك له. نعم، شهادة الإخلاص. نعم. شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوم سوى الرحمن. نعم، لا معبود بحق. ولو قال قائل معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، هذا معناه جعل كل ما عبد من دون الله إله. إذن لابد في لا إله إلا الله لا معبود بحق، لأن كأنك تقول كل ما عبد من دون الله عبادة برا، والمستحق للعبادة هو الله. إذن لابد في لا إله إلا الله من ركنين: كفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. نعم. بالحق ما لهم سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. نعم، ولا يعبد إلا كامل الصفات سبحانه وتعالى. وأن خير خلقه محمد من جاء بالبينات والهدى. نعم، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام نبينا من جاءنا بالبينات. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدى، وجاء ومع الهدى، لكن أي هداية؟ لأن هداية عندنا هداية دلالة وإرشاد، هذه يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إذا ساروا على ما ساروا عليه الصلاة والسلام. والدليل
وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. أما هداية التوفيق هذا لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من باب أولى. إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. رسوله إلى جميع الخلق النور والهدى ودين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي بعث إلى قوم خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. ما معنى هذا؟ إلى جميع الخلق بل إلى الثقلين الجن والأنس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائنا من كان يهودي نصراني مجوسي. وجاء ذكر هذا في نواقض الإسلام. نعم. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. نعم. لا الهدى ذكرنا الدين يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب يوم الآخر. إن الدين عند الله الإسلام العمل. إذن الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل. الحق ضد الباطل. نعم. صلى عليه ربنا ومن جدا والآن والصحب دواما سرمدا. الصلاة من الله من أحسن ما قيل فيها ما جاء عن أبي العالية كما ثبت في البخاري تعليقا أن الصلاة من الله فنوعا صلى عليه في الملأ الأعلى. صلى الله عليه آل النبي عليه آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباع لدينا لأن الآل إذا أطلقنا الآل المراد بهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون من أتباع لدينا. نعم. لكن إذا قال الآل الذين تحرم عليهم الصدقة هم بنو هاشم ومواليهم. نعم. والآل والصحب جمع صحابي وهم مجتمع من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت فرد على صح الأقوال. نعم. دواما سرمدا. نعم. بعد أن جاء بالبسملة والحمدلة جاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبب لهداية هذه الأمة. كل خير يلحق هذه الأمة سبب النبي عليه الصلاة والسلام فلا بد من ذكر عليه الصلاة والسلام. نعم. وبعد هذا النقل بالوصول لمن أراد منهج الرسول. نعم. الآن أراد أن أبين لك هذا النظم في ماذا. من أراد منهج النبي صلى الله عليه وسلم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. نعم. وقيل أن الشيخ القرعاوي رحمه الله تعالى طلب من الشيخ حافظ أن يكتب نظم في الأصول. نعم. أصول المعتقد. فقلت ما عجزي وما إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. نعم. يقول ما عجزي وما إشفاقي وهذا فيه تواضع المؤلف رحمه الله تعالى وقال لابد من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. نعم. على ما توخينا من الإبانة. نعم. قال رحمه الله مقدمة تعرف العبد ما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه وما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وبما هو صائر إليه. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا. هذا لا يشك فيه أحد لكن الإشكال كل الإشكال في العمل. تسأل أي إنسان لماذا خلقنا؟ يقول للعبادة. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. طيب الإشكال في العمل. لو جاء إنسان مثلا أخذ الجوال وفتح القارورة الماء وأخذ يشرب هكذا يعني يشرب إيش نقول عنه؟ مشروب. لا يدري أن هذا الجهاز صنع لماذا؟ شرب الماء للاتصال. طيب خلقت أنت لماذا؟ للعبادة. فإذا اشتغلت بعبادة الله سعدت وإذا اشتغلت بغير العبادة مشروب. خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. أي إنسان مسلم تسأل مسلم موحد نعم ما هو التوحيد؟ إذا قال لا أدري شهادة زور. مشرك يقول أعوذ بالله أنا لست مشرك. طب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا قال لا أدري شهادة زور. وقد يكون وقع حتى في الشرك الأكبر وهو لا أدري. إذا أهم شيء لا بد أن نتعلم التوحيد
ونعمل به وندعو به، ولابد تعلم الشرك حتى نحذر منه ونحذر منه. نعم. بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. ليعبدوه وبالإلهية يفردوه سبحانه وتعالى. التوحيد الألوهية هو التوحيد الذي تخاصم فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين بعث فيهم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أقروا بتوحيد الربوبية وحصل بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة في الألوهية في العبودية. نعم. أخرج فيما قضى من ظهر آدم ذريته كالذر. نعم، أخذ الله سبحانه وتعالى العهد والميثاق على بني آدم عليه الصلاة والسلام بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. نعم. وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بغير غيره. نعم، فإذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود، المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية. الحمد لله، لماذا؟ رب العالمين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني وخلق الذين من قبلكم. نعم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم بالحق وبالحق الكتاب أنزله. الله سبحانه وتعالى هو الرب. الربوبية أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالنعم، ثم أن الله لم يترك الخلق هكذا فقط خلق ورزق، لا، أرسل إليه، وهذا من نعم الله، بل هي أعلى النعم، من أعلى النعم أننا الله سبحانه وتعالى أرسل إلينا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب. نعم. لكي بذا العهد يذكرهم وينذرهم ويبشرهم. نعم، رسلا مبشرين ومنذرين. نعم، مبشرين لمن أطاع ومنذرين لمن عصى، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. نعم، قامت الحجة على الخلق بإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبع من بعدهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. نعم، من يصدق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولابد من تصديقه، ومن كذب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهو كافر كفر أكبر. نعم. وذاك ناج من عذاب النار وذاك الوارث عقب الدار. نسأل الله من فضله. نعم. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه والإباء. أعرض وأبى. إعراض استكبار وعناد كما حصل من فرعون. نعم، نسأل الله عفو السلام. نعم. فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. نسأل الله العافية والسلامة، فهو مخلد خلود أبدي في النار. فالذي يموت على الشرك الأكبر على الكفر الأكبر مخلد خلود أبدي في النار. نعم. فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين. التوحيد ينقسم إلى قسمين. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام لا إشكال. والبعض يقول هذا التقسيم بدعة. كيف نجيب؟ من يعرف؟ من يقول أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، تقسيم التوحيد إلى قسمين بدعة، كيف نرد عليه؟ نقول أنت لن تفهم البدعة أصلا. نحن لا نتعبد لله بالتقسيم، نتعبد لله بالتوحيد. جاءنا عامل لا أعرف شيء، أقسم التوحيد إلى غيره، سألنا من ربك؟ قال ربي الله. ما دينك؟ قال دين الإسلام. تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادات؟ قال كل العبادات لله، والله سبحانه وتعالى هو المعبود وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. لازم نقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ لا. والعلماء رحمهم الله نظروا في نصوص الكتاب والسنة، وجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو تقسم التوحيد إلى قسمين لا إشكال. إذا قسمنا إلى قسمين يكون القسم الأول في الربوبية والأسماء والصفات، والثاني توحيد الألوهية. جنون هذا الذي يقول تقسيم التوحيد بدعة ولم يفهم البدعة أصلا. طيب نحن نقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف، صحيح؟ ما الدليل؟ الدليل أذهب وانظر إلى كلام العرب تجد أنه ينحصر في هذه الثلاثة أشياء. نعم. وبيان النوع الأول هو توحيد المعرفة والإثبات. نعلم. أول واجب على العبيد معرفة. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
والنحو أولى أولا أن يعلم. وقال من لم قال والتجويد فرض واجب وكذا، كل واحد يعني يؤلف في الفن يدعي أنه أوجب الواجبات. لا، ما يمكن. توحيد أوجب الواجبات. لو جاء إنسان لا يعرف اللغة العربية، يهودي نصراني مجوسي، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول، قول عمل اعتقاد جاء بشروط لا إله إلا الله، موحد؟ نعم. تعلم اللغة، تعلم قراءة القرآن ولا يعرف. أصلا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يقرؤون القرآن والأوجار السراقين، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. أول واجب على العبيد أخواننا معلوم هذا. يأتي اليوم من يشكك في المسلمات يقول لا، أول واجب الشك، أعوذ بالله. أول واجب النظر، أول واجب كذا، أول واجب التوحيد ليكن أول ما تدعون إليه. قال ناظرهم تكلم على الأخطاء عند كذا لا، قال ليكن أول ما تدعون إليه. إذن أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام التوحيد، وهي أسهل طريقة للدعوة. نعم. قال إذ هو من كل الأوامر أعظمه. أراد أن يبين لك منزلة التوحيد. نعم. وهو نوعان أيام من يفهمون. نعم. إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، هذا القسم الأول. نعم. وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ المصور. نعم، هو الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. نعم. بارئ البرايا المنشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. نعم، تقدم أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية، الربوبية فرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. هذا التوحيد لم ينكره أحد، لم ينكره أحد، ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا التوحيد. حتى فرعون والنمرود، نعم حصل منهم إنكار في توحيد الربوبية، لكنه في قرارة نفسه يعلم أنه مخلوق، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. الأول المبدي بالابتداء، والآخر الباقي بالانتهاء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنت الأول فليس قبلك شيء. إحاطة زمانية في الأول والآخر، والظاهر والباطن إحاطة مكانية، ولا يمكن أن نعدل عن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء، هذا معنى أن لها معنى. وقال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنه ثلاث مرات أوقف عند كل آية، إذن لم يستثني شيء. خاطبنا الله بما نعقل ونفهم، وقال ليتدبروا آياته ولم يستثني شيء. وأكثر ما في القرآن بل لا تخلو منه آية كما قال ابن القيم، ما هو؟ التوحيد، الأسماء والصفات. كيف لا يمكن نفهم التوحيد ونرجع إلى فهم الآيات التي جاءت في وصف الرحمن سبحانه وتعالى إلى المتهوكين والنصارى والمجوس؟ عجيب هذا. نعم. الأحد الفرد القدير الكثير. الأحد واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته، قل هو الله أحد. نعم. الصمد البر المهيمن العلي. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي قام بنفسه وقام غيره به، مستغني عن كل شيء. وقال ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، كمل في ربوبيته، كمل في ألوهيته، كمل في أسمائه وصفاته. نعم. علو وقهر وعلو الشان. العلو إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. هناك من يذكر صفة العلو في مؤلف مستقل كالذهبي رحمه الله، لماذا؟ لأنه بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى تثبت كل الصفات. العلو علو في الذات وعلو في الصفات. علو في الذات ثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه بأدلة خمسة إجمالا، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذه أدلة إجمالية كم؟ خمسة، خمسة أدلة. القرآن تنوعت أدلة القرآن بإثبات العلو، تارة بذكر العلو وتارة بذكر الفوقية والاستواء وصعود الأشياء ونزولها منه. السنة بأنواع الثلاثة، السنة القولية الفعلية التقريرية، بل السنة المتواترة جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى.
الإجماع أجمعة الأمة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. العقل يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولابد أن يثبت لله سبحانه وتعالى كل صفة كمال وينزه الله سبحانه وتعالى كل صفة نقص وعيب. إذن عقل الفطرة كان يقرر يريد ينكر العلو، فقام إليه طالب الهمداني وقال يا أستاذ دعنا من ذكر العلو، دعنا من هذا الكلام والفلسفة والمنطق، دعنا من ذكر العلو، أخبرنا يا أستاذ ما دعا عارف قط، لا يوجد إنسان على وجه الأرض يريد يدعو إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو، تقول يا رب يدق عليك الفقير زجاجة السيارة أعطيني، إيش تقول له؟ ما تكلم تصنع كذا، إيش يعني؟ ها؟ أي الله يرزقك على الله يقولوا عندنا صحيح أثبت إيش؟ وتجد لو تسأله أين الله؟ قال في كل مكان، وهو يقول كذا ويدعو كذا ويسجد يقول سبحان ربي الأعلى ويقرأ القرآن سبح اسم ربك الأعلى ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أي على السماء. علو في الذات وعلو في الصفات، فإذا أثبتنا العلو لله علو في الذات وعلو في الصفات مع هذا أثبتنا كل الصفات. نعم جل أهل الأضداد والأعوان. نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طريقة أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلني وإياكم منهم في الصفات المنفية نفيه عن الله مع إثبات كمال الظلم، وما ربك بظلام للعبيد نفى الله سبحانه وتعالى نفس الظلم لكمال عدله، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه الند والشبيه والنظير والمثيل لكمال أحديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعالى. نعم كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. بلا كيفية ما معنى بلا كيفية؟ أن لله كيفية نعم، لكن هذا الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. القاعدة عندنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى إثبات وتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. قال الاستواء معلوم المعنى والكيف مجهول، يعني لا ندري عن الكيفية، لأن الذي يتكلم عن الكيفية كاذب والله. لماذا؟ كيف تدرك الكيفية؟ تدرك الكيفية بالمشاهدة ولم نرى الله، أو بخبر الصادق ولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، أو برؤية المثيل إذا كان له مثيل والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن نثبت لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. نعم إذن ثلاث قواعد عندنا إثبات وتنزيه والمعاني معلومة الكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. إثبات وهو السميع البصير، تنزيه ليس كمثله شيء، المعاني معلومة الكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة ولا يحيطون به علما. جمعة في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم وما عدا مطلع إليه يقول قد يظن يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا العلو قد يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، فالله سبحانه وتعالى قريب في علوه. نعم أتعيد وما عدا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم. نعم تجمع جمع الله بين في وصفه لنفسه سبحانه وتعالى بين العلو والمعية والعلم والإحاطة. نعم إذن نجمع ولا يمكن تقيس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص ليس كمثله شيء والسميع البصير. نعم قول أهل السنة والجماعة في المعية يثبتون لله معية حقيقية تليق به سبحانه وتعالى لا تماثل معية المخلوقين، ويسأل الله سبحانه وتعالى عن الظن الكاذب مثل أن يظن أنه حال في مخلوقاته أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها. نثبت المعية ونثبت مقتضى المعية، نثبت المعية كما ذكرنا الآن ونثبت مقتضى المعية علم وقدرة وإحاطة. نعم جميع معاني ربوبيته مفهوم. إذا نثبت المعية الصفة ونثبت المقتضى، كما أننا يعني في بعض الصفات الرضا نثبت صفة الرضا لله سبحانه ونثبت مقتضى الرضا كذلك الثواب، ولا نفسر الرضا بالثواب. نعم قال وما عدا مطلع
وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. لماذا؟ لأن الله جمع لابد أن نجمع. نعم. فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه سبحانه وتعالى. نعم. حي وقيوم فلا ينام. حي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وهذا كمال ذاتي. والقيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به، وهذا كمال في الذات وكمال في السلطة. وإذا انضم الحي مع القيوم كان حسن على حسن. اسماء الله حسنى، أي بالغ في الحسن أكمل. والاسم إذا انضم إلى غيره كان حسن على حسن. ولهذا قالوا أن الحي مع القيوم اسم الله الأعظم، لأن الحي كمال ذاتي والقيوم كمال سلطاني، وجاء الحي مع القيوم حسن على حسن. وتكرر وجاء الحي مع القيوم في القرآن في كم موضع؟ من يقول ثلاثة؟ نعم، في ثلاثة مواضع، في آية الكرسي، في أول سورة آل عمران، في سورة طه، وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم. حي وقيوم فلا ينام وجل. لا ينام صفة منفية عن الله، ننفي عن الله سبحانه وتعالى السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته. نعم. وجل أن يشبهه الأنام. ليس كمثله شيء، لا يمكن أن المخلوق الناقص بماثل الخالق الكامل سبحانه وتعالى. كما أن نثبت لله، من يقول أنه لا يمكن إثبات إلا بتمثيل؟ نسأل، تثبت لله ذات ليست كالذوات؟ يقول نعم. إذا أثبت لله صفات ليست كالصفات، أنت موجود؟ يقول نعم، والله موجود، لكن ليس الوجود كالوجود. نعم. ولا الصفات كالصفات ولا الذات كالذات. ولهذا قال نقول في الصفات كما نقول في الذات. أي نعم، هذا رد على من ينكر كل الصفات الجهمية. طيب، من يثبت بعض الصفات وينكر البعض؟ قال هذه الصفات لا يلزم من إثباتها أن تكون مماثلة للصفات الخلق. إذن أثبت الكل أو إن في الكل؟ لابد أقول أثبت الكل. نعم. لا تبلغ الأوهام كنها ذاته. نعم، إذن لا يمكن أننا نقول على الله بغير علم. وذر الذين يلحدون في أسمائه، لأن لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل. نعم. ولا يكيف الحجى صفاته. لا يمكن، التكييف محرم. التكييف يكون إما التكييف كيف؟ يسأل بكيف كما سأل قال الرحمن عرش استوى كيف استوى؟ فالتكييف محرم، سواء كان باللسان تعبيرا أو بالبلان تحريرا أو بالقلب تقديرا. كل ما خطر ببالك فالله سبحانه وتعالى أعظم أجل من ذلك، لا يمكن ندرك الكيفية. نعم. فهذا الأخ اشترى سيارة مرسيدس مثلا 2017، فهذا يسأل كيف هذه السيارة؟ هذا سؤال عن الكيفية. نعم. فلا يمكن أن ندرك الكيفية، لأننا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وليس له مثيل. نعم. فالتكييف محرم، لا يمكن تكيف لا باللسان ولا بالكتابة بالرسم مثلا مفهوم ولا بالقلب تقدر. نعم. الآن عندما قلت الشيخ اشترى سيارة مرسيدس 2017 هذا قدر لها شكل صح في ذهنه. نعم. باقٍ فلا يتنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. نعم. فالله سبحانه وتعالى قلنا الحي ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، ولا يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. نعم. منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد. نعم، خلق وملك وتدبير. فمن يشاء وفقه بفضله ومن يشاء أضله بعدله. هذه المسألة الإيمان بالقضاء والقدر، هل الإنسان مخير أم مسير؟ إشكال. وبعض الناس يقول أجبني الآن، من أنت؟ أجيبك الآن. مسير أم مخير؟ نقول لمن يسأل هذا السؤال، أولا إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نصفك بالبدعة، لأنه لم يسأل الصحابة رضي الله عليهم وهم أحرص على العلم منا وأتقى لله منا، والمسؤول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصح الخلق للخلق وعلم الخلق بالله، فهذا السؤال بدعة أولا. ثم ثانيا نقول ماذا تريد من هذا السؤال؟ تريد إيقاع الناس إما في القول
بالجبر او انكار القضاء والقدر. الثالث يعني تجيب ثلاث درجات، اولا تقول السؤال بدعة، الثاني اراد ايقاع المسؤول اما في القول بالجبر او انكار القدر، الثالث نقول الانسان في بعض الاشياء مسير وفي بعضها مخير. لا يكون في ملك الله الا ما اراد، لان تقدم معنا مراتب القضاء والقدر اربعه: العلم والكتابه المشيئه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. فمنهم الشقي والسعيد ولا مقرب ولا قريب. ما معنى هذا؟ أن الله خلق الخلق وعلم مقادير الخلائق وكتب. طيب هل نعمل؟ نعم لا بد أن تعمل. والبعض يقول لا، اشرب خمر تسأل يا أخي اتق الله، لماذا تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إنما أشرب بقضاء الله. إيش تصنع؟ ها يا رجل إيش تصنع معها؟ تضربه حتى يغمى عليه. فإذا أفاق وقال ليش تضرب؟ تقول قدر الله. تلومني على شيء كتب الله عليه؟ كتب الله أن أضربك. وش أصنع؟ اقتنع ورجع عن هذا المعتقد الفاسد تتركه، وإلا تعطي الثانية. مفهوم؟ حتى نفهم هذا المثال للفهم، لا تضرب أحد. رفع سائل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فأمر عمر رضي الله عنه تقطع يده، فجاء معترضا على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، قال يا أمير المؤمنين إنما سرقت بقضاء الله، أتلومني على شيء كتب الله عليه؟ قال له عمر ونحن لا نقطع كلا بقضاء الله، قضى الله أن نقطع يدك ماذا نصنع؟ أجابه بنفس الحج، أنت تحسن الظن في الله، تقول اختارني الله لأن أكون من أهل السعادة، أسعى لها سعيها وأنا مؤمن، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. نعم والله ما يضيع منه، وتكون تسير الله بين الخوف والرجاء. نعم. ولهذا يقول أن الله سبحانه وتعالى أمر العباد ونهاهم، صحيح؟ إذا له فعل، وسمى مسلم وكافر وبر وفاجر ومصلي وصائم، إذا له قدرة الاختيار. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعال العباد. نعم. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. نعم، قدر الله وقوع الشرك والبدع والمعاصي لحكمة أرادها الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هل يحبه الله؟ لا، وقع. نعم، كوني، قضاء كوني. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ما الحكمة والغاية؟ لعله يرجعوا حتى يعلم الله سبحانه وتعالى الصالح من الفاسد. نعم. وهو الذي أراد ببدر في الظلمات فوق صم الصخر. ليس كمثل شيء والسميع البصير. السميع، السمع يأتي بمعنى استجاب، الإجابة. سمع الله يعني استجاب الله. إن ربي لسميع الدعاء مجيب الدعاء. واحد. سمع بمعنى إدراك الأصوات، عام وخاص وتحديد. عام سبحانه من وسع سمعه الأصوات، السميع البصير. خاص إنني معكما أسمع وأرى، نصر وتعيين. تهديد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، نثبت الكل. سمع بمعنى استجاب، وسمع إدراك الأصوات عام وخاص وتهديد. البصير، البصير يأتي بمعنى العلم، لأنه ليس كل ما يعمل العباد يرى، في أشياء لا ترى، اعتقاد أهل النفاق نسأل العافية والسلام. نعم. طيب، وإدراك المرئيات عام وخاص وتحديد. نعم. وسامع للجهل والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات. نعم، سمع عام وخاص وتحديد، وسمع بمعنى قلنا استجاب. نعم. وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي والخفي. يعني نعم، العليم والخبير. العليم يعني بالظواهر والبواطن،
وقد يتوهم التواهم أنه لا يعلم الباطن قال الخبير يعني بالباطن، إذا كان يعلم الباطن من باب أولى يعلم الظواهر. نعم. وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه. نعم، هو الغني سبحانه وتعالى. نعم. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. ولا يمكن أن تستغني عن الله طرفة عين. الرزق هو قال الرزاق لكثرة ما يرزق وكثرة من يرزق، والرزق ينقسم إلى قسمين، رزق خاص ورزق عام. نتكلم عن العام. العام ينقسم إلى قسمين، حلال وحرام، رزق مخدرات وليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أيديكم ورماحكم، رزق محرم ورزق حلال، هذا عام اشترك فيه المسلم والكافر. الرزق الخاص خاص بأهل الإيمان، نسأل الله يجعلنا وإياكم منه، الإيمان والتقوى العمل الصالح. نعم، رزق من الله سبحانه وتعالى. قال كلم موسى عبده تكليما، إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فأهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموع، له صوت وحروف، يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء كيف ما شاء، لا مثل كلام المخلوقين. وإثبات صفة الكلام لله ثابتة بأدلة إجمالية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل. نعم، ومن أقوى الأدلة. وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. ألا له الخلق والأمر، لو كان كلام الله مخلوق معنى هذا أن القرآن مخلوق. الشمس والقمر تأخذ منها أوامر ونواهي؟ لا، إذن القرآن مخلوق، لو كان مخلوق مثل الشمس والقمر لا تأخذ منه أوامر ولا نواهي. صحيح، وغاير الله بين الخلق والأمر. أي إنسان يقول لك كلام الله مخلوق، تقول تعال إذا نزلت منزل فيه جن فيه شياطين فيه حيات فإيش تصنع؟ لو تستعيذ بالمخلوق في هذا الموضع شرك أكبر. لو يقول أهل الجاهلية كان يستعين بسيد هذا الوالي، هذا هو الشرك الأكبر. صح، لأنه لا يقدر عليه إلا الله. فتسأل تنزل منزل، لو استعذ بالمخلوق في هذا الموضع استعذ بالمخلوق في هذا الموضع ولا يقدر عليه إلا الله، فهذا الشرك أكبر. ماذا تقول؟ قال أقول أعوذ بكلمات الله. لو تقول كلام الله مخلوق فأنت مشرك شرك أكبر، لأن استعاذ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. ولو تقول كلام الله صفة من صفاته فأنت تثبت الصفة لله والحمد لله. مفهوم؟ نعم. قال ولم يزل بخلقه عليما. نعم. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاء والثناء. نعم. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبثر، والخلق تكتبهم بكل آن، فنت وليس القول منه ثاني. نعم. والقول في كتابه المفصل، القول في القرآن، القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، وإليه يعود وصفا وإليه يعود قبضا. إليه يعود وصفا لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا كلامي أنا، لكن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا. فيقول الناس إذا قرأوا المصحف حفظوه كتبوه لم يخرج عن كونه كلام الله. فالصوت والألحان والكتابة هذه صوت، فقال فالصوت والألحان كلام من؟ كلامي أنا، لكنما المتلو كلام الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة يسميها العلماء هنا اللفظ والمنفوق. مفهوم؟ هنا. طيب تعيد بالله كما تقول. والقول في كتاب المفصل، القول في كتاب الله في القرآن، لم يكتفي بأن أثبت صفة الكلام لله، لأن الكلام كثير في هذه المسألة. أثبت صفة الكلام لله سبحانه وجل أكبر، وأثبت أن القرآن كلام الله، قلنا منه بدأ، هو الذي ابتدأ وتكلم به، وإليه يعود، إليه يعود وصفا
وإليه يعود قبضا في آخر الزمن، نسأل العافية السلام عندما يترك الناس العمل بالقرآن. نعم. والقول في كتاب المفصل بأنه كلامه المنزل. نعم، منزل غير مخلوق. أنت تبي تختم اليوم؟ على النصف شوف. ما أدري عاد. نعم. شوف نصف المنظومة وقف عندها. نعم. على الرسول المصطفى خير ورع، ليس بمخلوق ولا بمفترى. نعم، ليس بمخلوق ولا مفترى، افتراء أو تقوله النبي صلى الله عليه وسلم من عندي. نعم. يحفظ بالقلب. يحفظ. نعم، نحفظ القرآن. نعم. يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان. يتلى باللسان ويسمع بالآذان. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو كلام البارئ. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قرأ القرآن، قال حتى يسمع كلام الله. أضاف الكلام إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. نعم. كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر. نعم، ننظر إلى آيات القرآن ويكتب القرآن. نعم. وكل ذي مخلوقة. هذا مخلوقة، الصوت والألحان والكتابة والأوراق هذه مخلوقة، لكن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. نعم. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. نعم، كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والإنسان. لا يمكن أن نقول أن صفات الله سبحانه وتعالى مخلوق. نعم. والصوت والألحان صوت القاري، لكنما المثل قول الباري. نعم. ما قاله لا يقبل التبديل. لا يقبل التبديل، لا يمكن أن نبدل كلام الله. نعم. كلا ولا أصدق منه قيلا. يقول هذه أدلة على أن القرآن كلام الله. النداء يكون بصوت الحروف ومسموع للبعيد، والمناجاة تكون للقريب. قيل وحديث قال الله. نعم، هذا لا يمكن يكون القول إلا بصوت ومسموع وحروف. نعم. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل. نعم، أي صفة؟ إثبات صفة النزول لله سبحانه. أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل نزول المخلوقين في الثلث الآخر من الليل. ولكن يوصانا الله سبحانه عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تظله أو تقله أو تحيط به، أو أن المخلوق يحيط بالخالق سبحانه وتعالى. ثمرة الإيمان بصفة النزول ماذا تصنع؟ تجتهد للقيام في هذا الوقت، صح، وتدعو الله سبحانه وتعالى. وهناك من ينكر النزول، نعم، لكن هو بفطرته يثبت النزول. كيف يجتهد في ثلث الليل الآخر وبخاصة في العشر الأواخر من رمضان؟ قالوا أن النزول نزول للرحمة ونزول للملائكة ونزول للأمر، وكذبوا والله، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. ثم لا يمكن أن الملائكة أو الرحمة تتكلم بهذا الكلام، هل من سائل؟ صح. ثم الرحمة، نريد نزول الرحمة إلى أين؟ إلى الأرض، لماذا تنزل فيه؟ والرحمة والأمر والملائكة النزول يكون لهم في كل وقت، لماذا خص بثلث الليل الآخر؟ نعم. هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ وهذا من سعة فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. البعض أيضا يقول طيب الليل يمتد في الكويت ثم في السعودية ثم في مصر ثم في كذا، معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل وقت. أعوذ بالله، هذا اعتقد ماذا؟ اعتقد أولا، وهذه طريقة أهل الباطل، يعتقد أولا ثم ينكر النصوص. اعتقد ماذا؟ التمثيل. نحن أولا نستدل، الدليل ماذا يقول؟ ينزل ربنا الوقت ثلث آمنا،
وصدقنا وسلمنا، ليس كمثله شيء، ليس لي علاقة. أنا علاقة أن أقول آمنت وصدقت وسلمت والله سبحانه ليس كمثله شيء. كم من مصلي اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ كم كثير. والله سبحانه وتعالى قال إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. كيف لا تقول كيف؟ قل آمنت صدقت سلمت. يقول الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء رسول الله على مراد رسول الله. النتيجة يهدك الله، آمن تهتدي. إذن طريقة أهل السنة الاعتقاد أولا ثم الاستدلال، هذا مذهب أهل الباطل. استدلال أول الدليل ثم بعد هذا نعتقد. آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. نعم. وأنه يجيء يوم الفصل. هذا فيه إثبات صفة المجيء والإتيان. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى مجيء حقيقي يليق بجلاله عظمته، مجيء لا يماثل مال المخلوقين. نعم. طيب، بعضهم قالوا أن هذا المجيء لمن؟ للملائكة، لكذا مثلا. لا، غاير الله سبحانه وتعالى بين مجيء الملائكة ومجيء سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ نعم، ما الدليل؟ الأدلة على المجيء والإتيان. جاء ربكم صفا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، هذا صريح القرآن. وغاير الله بين مجيء ومجيء الملائكة. نعم. قال وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل كما يشاء، مجيء حقيقي لخجلة عظمته. نعم. وأنه يرى بلا إنكار. يرى بلا إنكار. عندي سؤال وما عندي جواز، لماذا يذكر علماء العقيدة صفة، لا يذكرون أدلة الرؤية، يذكرون أدلة الرؤية، لماذا يذكر أدلة الرؤية في كتب الأسماء والصفات؟ ما الفائدة؟ ما مدخل إيراد أدلة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه؟ لماذا تذكر في كتب الأسماء والصفات؟ من يعرف؟ لأن الآن لا يمكن لإنسان ينكر الصفات، لابد ينكر الرؤية. أي إنسان ينكر الصفات لابد ينكر الرؤية. لماذا؟ لأنه ما ترى المعدوم. إذا ترى شيء نقول صف لنا هذا الشيء، صح؟ فإذا كان يرى الله سبحانه هذا معنى أن له صفات، فهذا يضطر إذا أنكر الصفات ينكر الرؤية. وقال بعض العلماء نسأل العافية والسلامة، يقول حري بكل من أنكر الرؤية ألا يرى الله. وأعظم نعيم وأعظم ما يتطلع إلى المسلم رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة. معتقد أهل السنة والجماعة أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما كان يصلي أحد السلف كان يصلي في مكان ليس معه أحد، رأى نور يأتي من جهة القبلة، ثم رأى شيء على عرش، ثم هذا خاطب هذا الذي من السلف وقال له أي عبدي فلان، سماه باسمي، إنني أنا ربك. نعم، إيش تصنع؟ ها، بصق في وجهه وقال اخسأ عدو الله. لا يمكن أن نفسا لن ترى الله حتى تموت، مفهوم؟ كان في المسجد ولا يوجد أحد، المسجد مثل هذا المسجد طابقين، وعلى طريقة متى علم الناس أن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الناس حتى يقع، وقالوا سكرنا سكرنا بحب الإله. قال وما أسكر القوم إلا القصع، يعني يأكل. المهم هو يتمالي في المسجد الله الله الله. ف
هذا صعد لهم من فوق، فلان، وهذا التفت لا وجد أحد، فلان التفت اقرأ، قال ما أنا بقارئ، كفر أكبر، والله كفر أكبر، مخرج من الملة، يعتقد أن جبريل ينزل عليه بالوحي. إخواننا لابد نتعلم معتقد أهل السنة والجماعة. هناك من يظن في هذه الأيام أنه قد يرى الله فليظهر أو ينزل عليه جبريل بالوحي، كفر أكبر مخرج من الملة. نعم، إذن رؤية المؤمنين لربهم. البعض قال لا، عندنا أدلة على عدم الرؤية، لن تراني. شيخ الإسلام جعل على نفسه لزام أنه لا يأتي صاحب باطل بدليل على باطله إلا شيخ الإسلام يقلب الدليل عليه. لن تراني، سأل شيء مستحيل ممتنع؟ لا، لو كان هذا السؤال ممتنع لأنكر الله سبحانه وتعالى عليه، لكن علق الرؤية بماذا؟ ببقاء الجبل. واحد. الثاني، لا تدركه الأبصار، دليل على الرؤية، لأن عدم الإدراك يدل على الرؤية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليه، سد الأفق، أدركه؟ لا، رأى؟ نعم، لا شك، مفهوم؟ نعم. الدليل الثالث، لا تدركه، قلنا لا تدركه الأبصار. الدليل الثالث، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي رحمه الله، إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، قال وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار. مواضع الرؤيا في موضعين، الأول في عرصة يوم القيامة، والثاني في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نتعدى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، للذين أحسن الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم برؤية المؤمنين لربهم. نعم، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن. نعم، يقول هذا محكم ليس بمتشابه. نعم، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. نعم، يقول ثبتت أدلة الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع. نعم، رؤية حق ليس يفترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. نعم، شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. نعم، وخص بالرؤية أولياء، خص بالرؤية أولياء، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، رآه إذا حجب أعداؤه رآه أولياء. نعم، صلى الله عليه وسلم منهم. نعم، وخص بالرؤية أولياء فضيلة وحجبوا أعداؤه. نعم، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات. نعم، يقول سؤال مهم جدا، هل آيات الأسماء والصفات من المحكم أو من المتشابه؟ الله أعلم، نقف عند هذا، نشرح هذا ونقف، إيش رأيك؟ أحسن، ها؟ نعم؟ طيب، ما هو مشكلة، المحكم والمتشابه، انتبه يا أخي معي. القرآن يوصف بأنه محكم، كل القرآن محكم، كتاب أحكمت آياته، أي محكم يعني متقن، والإتقان يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار لا كذب، وعدلا في الأحكام لا جو ولا ظلم. القرآن كله صدق، هذا إذا كان خبر، وإذا كان أحكام عدل، انتهينا. هذا يوصف القرآن بأنه محكم، كل ما في القرآن تمام. ويوصف القرآن بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. إذا قد يذكر الإحكام على حدة معناها الإتقان، وقد يذكر التشابه على حدة معناه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. إذا جاء المحكم مع المتشابه كما في سورة آل عمران، اجتمع المحكم مع المتشابه يكون المحكم الذي اتضح معناه، والمتشابه الذي اختلف معناه. والاختلاف هنا والتشابه هنا ينقسم على قسمين، إما تشابه مطلق أو تشابه نسبي. أعيد، لا إشكال. إذا جاء الإحكام وحده معناه الإتقان، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، ويأتي المتشابه يوصف القرآن بأنه متشابه أي
يشبه بعض بعض ونصدق بعض بعض. يأتي المحكم مع المتشابه يكون معنى المحكم الذي اتضح معنا، والمتشابه الذي اختلف في معنى. والاختلاف هنا ينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي، وهذا ينبني على قراءة الوقف والوصف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. تقف، هذا تشابه مطلق، هذا لا يعلم إلا الله. كيفية الصفات، كيفية ما عد الله للمتقين في الجنة، نسأل الله من فضله، هذا تشابه مطلق لا يعلم إلا الله. الثاني تشابه نسبي، وهذا ينبني على قراءة الوصل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. مثال مرجع عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، هل قال هذا من باب العجب والغرور والترفع على الناس؟ لا والله، أراد أن يبرهن ويثبت للناس أن كل ما في القرآن يمكن الوصول إلى معناه. مفهوم؟ تمام. إذا تشابه نسبي يعني هذا لديه 60%، هذا 70% وكذا، ولهذا قال أنا من الراسخين في العلم. إذا تشابه مطلق كيفية الصفات، تشابه نسبي عند بعض الناس دون بعض. هل الآن السؤال، هل آيات الأسماء والصفات من المحكم الذي اتضح معناه أو من المتشابه الذي لا يعلم مطلق لا يعلم إلا الله؟ نعم، ثاني مرة، هل آيات الأسماء والصفات من المحكم الذي اتضح معناه أو من المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله؟ لو تقول محكم خطأ وتقول متشابه خطأ. محكم، آيات الأسماء والصفات من قبيل المحكم الذي اتضح معناه من حيث المعنى، معاني معلومة، نعلم معنى الاستواء والعلم والحي والقيوم والصمد والله صحيح والرحمن والرحيم، المعاني معلومة، انتهينا. ومن المتشابه المطلق من حيث الكيفية. إذن لو سأل سائل هل آية الأسماء والصفات من قبيل المحكم والمتشابه، نقول من قبيل المحكم من حيث المعنى، اتضح المعنى. ومن المتشابه المطلق الذي لا يعلم الله من حيث كيفية، والحمد لله. نعم، هذا اللي يقول الشيخ. اقرأ. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، نعم، وصح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. آمنا وصدقنا وسلمنا. نعم. نمرها صريحة كما أتت. نمرها صريحة، ما معنى هذا؟ معنى إثبات والتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة، يعني لا يمكن. يا أخواننا بعض الناس يقول أن الآيات الأسماء والصفات تقرأها مثل ما تقرأ الآن، تمشي أحيانا مكتوب بعض الكلمات بالأردو صح أو بالفارس صح، عند دورات المياه مثلا، أنا لا أعرف أقرأ يعني هذا المكتوب، يكتب مثلا وضوك خانة صح، يكتب هكذا يعني كتابة، أكتب الآن ديس ديس، هذا يعني تقرأ ليس له معنى أصلا وموضعة العرب صح، أكتب يس بالعربي، بالعربي حروف عربية خلاص. نعم، هذا كلام العرب، كلام مهمل. تمام، يقول بعض الناس أن آيات الأسماء والصفات تقرأ هكذا مثل ما تقرأ ديس أو تكتب أيام بالعربي سوري مثلا، وقالوا ما نفهم منها شيء. هذا الكلام فيه تكذيب للقرآن وتجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، وفيه استطالة للفلاسفة، يعني نرفع الفلاسفة فوق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة، تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ليتدبروا آياته ولم يستثني شيء، لم يستثني آية الأسماء والصفات، بل أكثر ما في القرآن أسماء وصفات توحيد. الثاني تجهيل للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذا، جاهل، كفر أكبر. استطال الفلاسفة لأنه قالوا خذنا بحار في العلم وقف الأنبياء
عليه الصلاة والسلام على شاطئ، ما يمكن. يقول عرضت المصحف على ابن عباس مجاهد رحمه الله 3 مرات أوقف عند كل آية ولم يستثني شيء، مفهوم؟ أي نعم. فهذا اللي أقوله، من قال أنا أتوقف لا أكون مع أهل السنة ولا أكون مع أهل البدع، يقول هذا القول هو من شر أقوال أهل البدع، لأن التكذيب للقرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم واستطالة للفلاسفة. نعم. نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما قل إثبات والتنزيه والمعاني معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدع. أما تقرأ هكذا كما تقرأ الكلام الغير عربي، هذا من شر أقوالهم البدع. نعم. ما اعتقادنا لما لو اختلط، نعم، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. الله أعلم، نقف هنا لأنه نريد أن نشرح التكييف والتمثيل والتعطيل والتحريف والتأويل غدا. أحسن، اسمح لي. جزاك الله خير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير. نمشي، خلي السؤال على الماشي. كيف يكون الحرام رزق؟ الحرام رزق، ولا يبلونكم الله بشيء، رزق لكنه محرم. الربا رزق، رزق محرم. نعم. يسمى رزق. هذا كلام الشيخ بن عثيمين. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنال أيديكم ورماحكم، رزق لكن محرم. في شيء؟ لا. الله يرحمه. موعدنا الثلاثاء إن شاء الله.